في أحد الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدرس أصحابه في المسجد، فدخل عليهم فجأة أعرابي، وفي أحد نواحي المسجد قام هذا الأعرابي يبول في بيت من بيوت الله. النبي يعلم أنه أعرابي، لا يعرف قيمة وشرف هذه الأماكن الطاهرة المباركة. انظروا كيف تعامل، انظروا ما الذي حصل. هم به الصحابة الكرام فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. فأبقاهم في مكانهم ينصتون ويستمعون وينظرون ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي. فلما انتهى الأعرابي من بوله ناداه عليه الصلاة والسلام بكل لطف وبكل شفقة وبكل محبة، قائلا له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات ولا من هذا البول، ولكنها لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. فلم يعنفه ولم يعاتبه ولم يأذيه، بل جعله يكمل بوله حتى لا يتأثر المسجد إذا تحرك بتوبيخ الصحابة الكرام، فيحصل قذر أكثر في كذا كذا منطقة من المسجد. وإذا بالأعرابي بعد ذلك يصلي مع رسول الله ويدعو ويقول بصوت سمعه الجميع: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا أحدا. وبعد الصلاة دعاه عليه الصلاة والسلام قائلا له: لقد حجرت واسعا أيها الأعرابي، رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة للناس قاطبة، ليس لي ولك. هكذا يعلمه ويعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الرحمة في قلبه جعلت هذا الأعرابي يفكر لمغفرة الله له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك يعلمنا عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو للمسلمين قاطبة، فالدعوة للمسلمين قاطبة تدل على وسع الإنسان وقلبه الكبير وسعة مشهده. أسأل الله العظيم أن يشملنا برحمته ومغفرته ورضوانه وجوده وإحسانه، والحمد لله رب العالمين. خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا جد لي بوصل